كان رجلا مهذبا جدا جدا. كان عالما جليلا لا يمكنني أن أجد له نظيرا. كانوا الطلبة يسألونه وهو في طريقه من مدرسة الحجتية حتى يبلغ منزله. كان رجل دين فريدا من نوعه لا يضاهيه أحد على الإطلاق في العلوم الفلسفية. قال ما قلت ولا زلت أنادي، صار ديني في هوى أحبابي. بقلم محمد حسين الطباطبائي، ولدت عام 92,000 للميلاد في أسرة أنجبت العلماء. المرحوم الطباطبائي من عائلة عالمة عاملة، أبوه وأجداده من الروحانيين الأجلاء ومن السادة الطباطبائيين المحترمين، كانوا كلهم من الدعاة إلى إقامة الشريعة. جده الأكبر المرحوم عبد الوهاب كان من العلماء الإيرانيين الكبار، قتل في العصر العثماني على يد الملوك العثمانيين، وقبره الآن في دولما غاخشة، وهي من المناظر الطبيعية هناك، ومرصد في تلك الناحية ومزار يقصده الكثير، واشتهر بالكرامات. مورد التوجه ومورد الكرامات. بقلم محمد حسين الطباطبائي، ولدت عام 92,000 للميلاد في أسرة أنجبت العلماء. المرحوم الحاج السيد محمد والد العلامة طباطبائي كان رجل دين وكان إنسانا فاضلا. زوجته العلوية كانت من عائلة يحيوي التي كان بعضهم يعمل بالتجارة والبعض الآخر موظفين، وكان يأتيه دخله من قبل الزراعة دون بيت المال. كانت مزرعته تقع في أطراف تبريز في قرية شاداباد، وهي عبارة عن عدة بساتين وحقول وقنوات إروائية، وكنت أدير الأمور المالية للحاج السيد محمد، وربما كتبت يوما في صفحة أصنافا كثيرة من المشتريات للبيت يبلغ مجموعها قرنين وأربع شاهيات.
وصفحة أخرى تبلغ قيمة المشتريات فيها قرانين، وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت. ذلك لأنه كان مضيافا، كان ينفق على الفقراء، وكان إنسانا عاقلا. وفي مثل هذا البيت ولد ابنه محمد حسين. بسم الله خير الأسماء. ولد نور عيني السيد محمد حسين حفظه الله تعالى، ووسع رزقه وأطال عمره، في ليلة الثلاثاء بعد مضي 4 ساعات و3/4 ساعة على غروب الشمس. وكانت الليلة 29 من شهر ذي الحجة الحرام عام 1321 من الهجرة النبوية الشريفة. بعدها بحوالي 5 سنوات يولد ولد آخر اسمه محمد حسن. بعد ولادته بفترة قصيرة تتوفى أمهما بسبب إصابتها بالتهاب حاد. وكان في بيتهم خادم وخادمة اسمهما قلي وسلطنت، فيهتم قلي وسلطنت بالولدين. وتمضي الأيام، وبعد 5 أعوام على ولادة محمد حسن يتوفى أبوهما. في سن 5 توفيت أمي، وفي 9 توفي أبي. ولأن دخلنا كان محدودا، لم يغير ولي أمرنا وصي أبينا أوضاعنا المعيشية. أنا وأخي الصغير، وكان هناك خادم وخادمة يعتنيان بنا ويرعيان شؤوننا. ظل هذان الولدان تحت رعاية خادمي البيت قلي وسلطنت، وتحت وصاية الحاج ميرزا باقر قاضي الذي كان مرجع تلك المدينة. بعد وفاة والدي بمدة قصيرة أرسلنا إلى المكتب، وبعدها إلى المدرسة. لتأكل من عرق جبينك. فقال هذا القوي مرة: لما لا تخدم هذا الرجل كي تتهرب من قساوة العمل؟ فأجابه: لما لا تعمل أنت كي تتحرر من ذل الخدمة؟ لم يكن في منطقة سكناهم في مدينة تبريز في ذلك الوقت إلا شارع مسجد كبود، لذلك لم يكونوا يسمون ذلك الشارع شارع مسجد كبود أبدا، بل كانوا يسمونه الشارع، لأنه لم يكن في المدينة سوى ذلك الشارع، وكان في المنطقة الراقية من المدينة، فكانوا يسمونه الشارع. بل وحتى في الفترة الأخيرة وعندما عدنا من النجف الأشرف كان اسمه ما يزال الشارع. سمعت أن صفوف المدارس قد افتتحت في تبريز قبل جميع المدن الأخرى في إيران، وهذا النظام كان تعلموه من فرنسا. على أي حال، عندما تفتتح الصفوف يرسلونهم إلى المدارس. في ندوة علمية أقيمت في جامعة تبريز كان شهريار شاعر تبريز المشهور كان حاضرا فيها،
وكانت له محاضرة هناك، فبحث عني وعثر علي، ثم ضمني وأخذ يبكي، ثم قال: أنا كنت زميل أبيك في الدراسة، كنا ندرس معا، وبكى كثيرا ما جعلني أتأثر كثيرا. درس الأخوان في تلك المدرسة حتى أنهيا 6 صفوف ووصل إلى الصف السابع. في الصف السابع في ذلك الوقت كانت تدرس اللغة الفرنسية، درساها، وما زلت إلى الآن أحتفظ بدفتر أبي للغة الفرنسية. وفي ذلك العام أخرجهما المرحوم السيد قاضي من تلك المدرسة ليلتحقا بالمدرسة الطالبية لدراسة العلوم الدينية. في عام 1918 بدأت دراسة العلوم الدينية والعربية، وداومت على دراسة المتون حتى عام 1925. خلال هذه السنوات 7 درست في علم الصرف كتبا مثل صرف مير والتصريف، في النحو كتب العوامل والأنموذج والصمدية والسيوطي والجامي والمغني، وفي البيان كتاب المطول، وفي الفقه كتاب شرح اللمعة والمكاسب، وفي الأصول كتاب المعالم والقوانين والرسائل والكفاية، وفي المنطق الكبرى والحاشية وشرح الشمسية، وفي الفلسفة كتاب شرح الإشارات، وفي الكلام كتاب كشف المراد. وبهذا الشكل أنهيت دراستي للمتون ما عدا الفلسفة والعرفان. في ذلك الوقت كما أخبرنا العلامة الطباطبائي لم يكن لديه رغبة في الدراسة، وكان لا يستطيع فهم ما يقرأ. في بداية دراستي عندما كنت أقرأ الصرف والنحو لم أكن أشعر بميل لمواصلة هذه الدراسة، ولهذا لم أكن أفهم ما أقرأه، وانقضت 4 سنوات على هذا المنوال. نقل لي أبي ذات يوم أن أستاذه قال له: إن لم تكن ترغب في الدراسة فأخبرني كي أدعك وشأنك. بدا هذا الكلام قاسيا جدا على العلامة الطباطبائي، فتأثر كثيرا بهذا الكلام. قال: فخلوت بنفسي وصليت 2 ركعة ودعوت: إلهي وضح السبيل أمامي، إن شئت أن أدرس فامنحني الرغبة والانشداد للدروس، وإلا فلأذهب لحال سبيلي. بعد ذلك فجأة شملتني العناية الإلهية وانقلبت حالي، فوجدت في نفسي شوقا واندفاعا للدراسة إلى أعلى مستوياتها. ومنذ ذلك اليوم حتى نهاية دراستي التي استغرقت 17 عاما لم أشعر قط بالتعب والفتور في كسب العلم والتفكر. لقد نسيت في خضم الدراسة قبح ذلك العالم وجماله، وتساوى لدي مر الحوادث وحلوها.
وشرع وبسرعة كبيرة بقراءة الدروس، بحيث أنهى جميع دروس السطح في 7 إلى 8 سنوات. أنهيت كل علاقة لي بغير أهل العلم، واكتفيت من طعامي ونومي وبقية مستلزمات حياتي بأقل حد ممكن. استثمرت وقتي في المطالعة، وكثيرا ما كنت أقضي الليل بها حتى طلوع الشمس، خاصة في فصل الربيع والصيف، وكنت مواظبا على مطالعة دروس الغد في الليلة التي تسبقه. وإن كان لدي إشكال أسعى لحله بجهد جهيد، وعندما أحضر الدرس أعرف سابقا ما يقوله الأستاذ، ولم أعرض في يوم ما إشكالات أو اشتباهات من أي درس على الأستاذ. كل إنسان بحسب أحواله يرى في حياته سعادة ومرارة وقبحا وجمالا، وتبقى هذه الأشياء في خاطره أو تزول. وأنا أيضا، خاصة لأني قضيت أكثر مراحل حياتي باليتم والغربة أو فراق الأصدقاء أو الحرمان من الوسائل وفي الفقر والبلايا الأخرى، إذ واجهتني عقبات وعقبات، وعشت في أجواء مختلفة، ولكنني كنت أشعر دائما أن هناك يدا خفية كانت تمتد إلي لتنقذني من المهاوي الخطيرة، وأن هناك قوة غامضة طالما جذبتني من بين آلاف الحواجز وهدتني إلى غاية السامية. وأيما كنت شوكة أو زهرة، فذاك حاصل اليد التي طالما رعتني. ایشون 19 ساله بوده که برای ایشون كان في 19 من عمره عندما تزوج. زوجه السيد قاضي بنفسه من فتاة، وكانت تلك الفتاة من أقربائه ومن عائلة الطباطبائي، وظلت بجانبه حتى آخر أيام حياته. في عام 1925 أتم الأخوان دراسة دروس السطوح، ولإتمام دراستهما الدينية اضطر إلى الذهاب إلى النجف الأشرف،
فسافر العلامة مع أخيه وزوجته وابنه ذي العام الواحد. الإمام علي عليه السلام، ذلك البحر الإلهي النقي الزاهر، لا يكفي العطش سببا لنغترف منه، بل يجب أن نغرق في هذا البحر المتلاطم. وهذا السيد التبريزي كان فريدا في حبه، فاندفع نحو هذا البحر. في عام 25 و900 ألف ذهبت إلى النجف لإكمال دراستي. التحقت بحلقات دروس آية الله الشيخ محمد حسين الإصفهاني. درست على يده البحث الخارج في الأصول دورة دامت 6 سنوات تقريبا، ودرست بحث الخارج في الفقه 4 سنوات، ودرست بحث الخارج في الفقه على المرحوم آية الله النايني 8 سنوات، وحضرت بحث الخارج في الأصول لدي، ودرست بحث الخارج في الفقه على المرحوم آية الله السيد أبي الحسن الإصفهاني، ودرست كليات الرجال على آية الله حجة كوه كمل. وفي الفلسفة أيضا وفقت للالتحاق بحلقات درس الحكيم الفيلسوف المشهور في ذلك الوقت السيد حسين باتكوبي، وتتلمذت على يديه 6 سنوات. بدأ دراسة الفلسفة على يد المرحوم السيد حسين باتكوبي، وهو من أجلاء الفلاسفة في القرون الأخيرة، وكان رجلا عابدا زاهدا، وكان يدرس في مدرسة باتكوبي في النجف الأشرف، فلازمه ودرس على يديه الفلسفة من شرح الإشارات والإظهار وشرح الهداية للأثير وشرح الهداية لابن مقلة وغيرها، درسها كلها. علينا أن ننال رضا الله، وإن استطعنا أن نفعل ذلك ما يرضي الله فهذا أسمى أهدافنا. كان يتمتع بقابلية عقلية استثنائية، قد يحصل هذا لأي شاب يجد نفسه منشدا لأمر ما، طبعا بالإضافة إلى اندفاعه أيضا، وليس من الصدفة أن تجتمع في إنسان واحد القابلية العقلية والاندفاع، ويصادف في حياته أستاذا كباتكوبي الذي كان فيلسوفا. أنا لم أرى باتكوبي ولم أقرأ كتبه، ولكنني أظن أنه لن يرقى لمستوى السيد الطباطبائي، فكثير من الطلاب فاقوا أساتذتهم، ولكن يكفي أنه قرأ على يديه فصولا وعثر على المدخل إلى بغيته، ودخل في عالم العقل والفلسفة وفي بحث المعقولات ليخوض لوحده في ذلك البحر الزاخر وليستخرج جواهره. إذن فقد صادف العلامة الأستاذ باتكوبي ورافقه لمدة فسحرته قراءة هذا الدرس وجذبته، وهو الذي كان قد درس الفقه والأصول والآداب، وكان السيد الطباطبائي بارعا فيها، وكان يجيد الآداب العربية، ولكنه وجد ضالته في العقليات والمعقول. وكل إنسان له قدراته ورغباته وتفكيره، وعليه فقط أن يجد المدخل الذي يسلكه، وكثيرون كانوا مثله ولكنهم لم يهتدوا. عندما يمتلك الإنسان قابلية يكفيه أن يجد المدخل ليلجه، مثلا في زمان الحاج ملا صدرة في مدرسة ميردماد الدينية، كان الملا صدرة واحدا من تلامذته،
وكان فيها أشخاص عديدون ودرس الكثيرون في حوزة إصفهان الدينية. وبالرغم من الممانعة العقلية، مع توفر الوقت لهم يخرج منهم شخص واحد كالملا صدرة، كان له العديد من الأقران والزملاء. في زمان الملا صدرة أدرك العديد ميرداماد، ولكنهم لم يصبحوا كلهم ملا صدرة. كان لدى ملا صدرة تلك القابلية الذاتية، فوجد ضالته المنشودة ومضى في الدرب. الأصل هو تلك القابلية الذاتية، يعني ذلك الشيء الذي في جوهر الملا صدرة قبل دخوله مدرسة ميرداماد، وليست تلك التي تكونت فيه بعد دخوله. وهو حتما أفضل من ميرداماد وأعلى من أستاذه بكثير، فالذي اقتبسه من أستاذه مقدار معين، ولكن قابليته الذاتية هي التي انطلقت وتأججت هذه القابلية فأصبح الملا صدرة. وكذلك العلامة الطباطبائي لم يكن أستاذه بأفضل منه، وكما يقال كان في المدرسة الدينية ولم يكن أمامه حاجز ففعلت قابليته فعلها، وذلك لدرجة الإخلاص التي كان يتمتع بها. ذكرياتنا كانت ذكريات علمية فلسفية، كانت مواضيع أخرى. وغير دروس الفلسفة درست الفقه ودرست الأصول، وفي الرياضيات درست على يد أفضل الأساتذة برأيي. كان أفضل الأساتذة في الدنيا هو مدرس الرياضيات، درسنا على يديه في النجف الأشرف. هناك قصة لدراسة العلامة الطباطبائي الرياضيات. طلب منه أستاذه باد كوبائي أن يدرس الرياضيات المتقدمة، فقال له مدرس الرياضيات: لا وقت لدي. المدرس هو السيد أبو القاسم الخنساري، وهو قريبه، وما زال ولده هنا في طهران، وكان رجلا عظيما عبقريا في الرياضيات. فكان أساتذة بغداد يأتونه ويسألونه في الرياضيات، قال له: لا وقت لدي. والوقت الضائع الوحيد لدي هو الثانية بعد الظهر. وكان الطريق طويلا، وفي النجف كان على المرء أن يلجأ إلى السرداب عند الساعة الثانية ظهرا. إن كنت من تبريز أو من النجف لابد لك من المجيء في حر الظهيرة للدرس. فدرس لمدة عامين، قال لي: كان العرق يتصبب من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي. فدرس الرياضيات بهذه الصورة في الوقت الضائع، وهذا هو حب العلم. إحدى علائم المؤمن طلب العلم. العلم له قيمته في الإسلام، ولم يهتم أي دين بالعلم كاهتمام الإسلام. أفضل الأعمال طلب العلم. أعمال العلم، علم أرزشته. كما كان يقول لنا، فقد كان يدرس ساعات من الليل وحتى الصباح. قال: في مرة أشكل علي أمر فسألت عنه رجلا. عندما أراد ذلك الرجل أن يجيبني ضحك، وبدا لي أنه يستهزئ بي، فتأثرت كثيرا من هذا الأمر وتركته وانصرفت، وقررت أن لا أسأل أحدا عن أي إشكال طوال عمري. عدت إلى البيت وجلست 3 أيام بلياليها أذاكر حتى استطعت أن أجد جوابا لذلك الإشكال. منذ ذلك الوقت لم أسأل أحدا أبدا. لقد كان إنسانا مجدا. قال لي: طوال مدة إقامتي في النجف الأشرف قطعت علاقاتي مع كل أقربائي وأصدقائي، وكان هدفي الوحيد هو الدراسة وحسب. تحصيل عمبود والسلام. لم أرى لحد الآن مفكرا أوسع فكرا من المرحوم الطباطبائي. كان لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين. ولا أتذكر في يوم ما، لا أتذكر أبداً
أنني رأيته يلبس لباسا جديدا. عندما كان يصلي ينقلب حاله. نسأل الله تعالى أن يحشره مع أجداده الطاهرين وأن يسكنه في أعلى عليين في جنات النعيم.